بطر الحبايب رسى قطر الحبايب رسى بس الحبيب ما جا فيه. يا عيني يا عيني يا عيني ضحك عزولي وبصت عينه سما جفي. يا سما جوفو سما جوفو. ايوه يا فتاح قول يا قول هذا شريف. ايوه سيدي اسحفاوي. وقال لي خلك قدر على البعد. انا قلت له وقال لي خلك قدر على البعد. انا قلت له هو يجفيني لكن حالف لكن حالف انا ما جافي. يا سيدي جميل 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 والله جميل. شكرا يا صلاح فتاح. الحقيقة في هذه الحلقة هننتقل إلى لون آخر من ألوان القول اللي هو فن الموال. يعني الفترة اللي فاتت كنا بنقدم فن الواو وأغراض فن الواو وشكل فن الواو وتعريف فن الواو. ابتداء من هذه الحلقة حنتعرض لتعريف الموال وأشكال الموال وأغراض الموال. الموال على فكرة ابتدعوه أهل العراق زي ما الزجل ابتدعوه أهل الأندلس. والموال جانا إلى مصر بشكله اللي قالوه في العراق بشكل معين ومصر هنا طورت هذا الشكل. يعني العراق الموال عملوه موال رباعي زي الموال اللي قاله الأستاذ عبد الفتاح، لكن كل القوافي بتاعته كانت متفقة. مثلا الموال العراقي، عشان بس أنا هقول موال عراقي وموال مصري عشان نحس بطعم الاتنين أو بالفارق في تقنية الكلام في الاتنين. العراق بيقول طرقت باب الخبة قالت من الطارق. نعم نعم. طرقت باب الخبة قالت من الطارق فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق. تبسمت لا حليم من ثغرها بارك. رجعت حيران في بحور أدمعي غارق. بسم الله. هذا هو الموال العراقي اللي عملوه على بحر معين اسمه بحر البسيط وخلوا القوافي كلها متفقة. وزي ما سمعنا فيه بعض الكلمات فصيحة وبعضها عامية، حتى الموال بيسموه البرزخ بين فنون القول الفصيحة وفنون القول العامية. مصر عملت ايه في الموال الرباعي ده؟ في موال مصري بيقول بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه ورخص ابن الأصول وفي قدرته غلاه. بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه ورخص ابن الأصول وفي قدرته غلاه. فردت قلعي عشان ارحل خنتني الريح ودرست جرني طلعت ابنه بلا غلاه. بسم الله حج عبد الستار. شوف طعم الموال المصري وطعم نعم. ذكروا لنا عن الموال حج عبد الستار نعم ان بدايته كانت من ايام فتنه البرامكه مع هارون الرشيد، مقتل البرامكه. نعم في يحيى البرمكي. نعم نعم. فيحيى البرمكي كانت الجاريه بتاعته بترسيه بمربع بتقول في يا دار اين الروم اين الفرس اين الذين كانوا يحرسوك بالقنوات. نعم. قالت تراهم رقد بعد الفصاحه خذ
ألسنتهم نعم فرس. جميل. احنا خدنا النموذج ده نعم كمصريين اضفنا عليه وجداننا المصري الطعم، هضمناه وطلعناه باللغه وطلعناه بالحس المصري. الحس المصري صح، بالحس المصري. جميل. لان الحس المصري يختلف عن اي حس في العالم. ده صحيح. يعني النهارده لما تشوف عبد الفتاح وبيغني معانا بحسه هتلاقي الحنجره بتاعت عبد الفتاح دي صناعه مصريه مش موجوده في العراق. عظيم عظيم. مش موجوده في تونس. دي الصناعة المصرية. أيوة. لما تلاقي مشايخنا الأفاضل المقرئين زي الشيخ عباس عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي وهم بقيت له وجودوا علينا القرآن الكريم. نعم. نعم. صحيح. بتلاقي الناس دول مش موجود مثلا في أي بلد في العالم العربي زي الشيخ عباس عبد الصمد. ما ده بفعل الطبيعة والمناخ والمية. هتلاقي برضه صح. صحيح. الحنجرة نعم مصرية. صحيح. فده الموال بتاعي المصري. بس انا ضفت عليه القدر. نعم. ونسمع عبد الفتاح ونسمع محمود. محمود.